هي جمباز كان من الحاجات القليلة جدا اللي اتأخر المجلس، لأنه أثناء الفترة اللي فاتت احنا كنا واعدين أعضاء النادي أولادهم بيلعبوا جمباز بتطوير الصالة، أخذت وقت كتير أطول من اللازم، إنما الحمد لله قدرنا نخلصه وقدرنا نوصل للي احنا شايفينه ده. أعتقد إنه حاجة مشرفة، حاجة تليق بالنادي الأهلي وحاجة تليق بلاعبي جمباز النادي الأهلي. كل خطوة بنعملها وكل إنجاز بنعمله بيمثل بصمة للمجلس وبصمة للنادي وبصمة للمشاركة في تخريج أبطال جمباز لمصر كلها، لأنه النادي الأهلي هو القاعدة الرئيسية لجميع الألعاب في مصر. إن شاء الله احنا بنشتغل، النادي الأهلي لازم يلعب على البطولة أساسا، حتى لو كان في معوقات وحتى لو كنا داخلين بفرقة كنا بنعتقد ان هي هتبقى تجربة لينا، بنشوف فيها لعيبة جديدة، بنشوف فيها المدير الفني بيجيله الفرصة شوف اللعيبة اللي ملعبتش في الدوري، الصفقات الجديدة بتاعتنا، والحمد لله اعتقد ان هي نجحت بنسبة 100% وبإذن الله يتوج هذا الكلام بالبطولة.